السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومستمعينا عبر الأثير، يا هلا ومرحبا بكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. حلقة جديدة من الصباح رباح تتابعون من خلالها عدد من المواضيع والفعاليات المهمة، والبداية مع أهم وأبرز العناوين. بحضور أكثر من 150 مشاركا ومشاركة تنطلق فعاليات مؤتمر فن الإدخار. العلاج المائي وطرق استخداماته في اللياقة. من ضمن فقرات اليوم ومن حول العالم، نتابع حديقة حيوانات سويسرية تشهد ولادة نادرة لسلحفاة عملاقة من غالاباغوس. وفي المغرب، النحل يهجر أقدم مزرعة جماعية لتربيته بالعالم. من عناوين الحلقة، دعونا نتعرف على سؤال الحلقة: إذا كان طفلك يعاني من صعوبات التعلم، ماذا عليك أن تفعل؟ نستعرض مشاركاتكم الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لقناة الريان، واللي من خلالها أيضا تقدرون تتواصلون معنا لأي اقتراح من خلال إيميل البرنامج أو عبر هاشتاغ برنامج الصباح رباح. أما الآن فنتعرف على النشرة الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة لليوم. وللمزيد عن حالة الطقس ينضم إلينا عبر الهاتف المتنبئ الجوي عبد الرحمن السويدي من إدارة الأرصاد الجوية. صباح الخير أخوي عبد الرحمن. صباح النور، يا هلا. يا هلا. إذا حدثنا عن حالة الطقس لليوم وبشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لحالة الطقس اليوم، أجواء حارة نهارا ورطبة ليلا، الرياح أغلبها جنوبية شرقية شمالية شرقية من خفيفة إلى معتدلة السرعة. ومن الجدير بالذكر أنه مع استمرار هبوط الرياح الشرقية يزداد الشعور بالرطوبة ليلا، مما يؤدي إلى تكون غبار عالق إلى ضباب خفيف في بعض الأحيان. أما عن حالة البحر، يمكن للسادة رواد البحر الاستمتاع بكافة الأنشطة البحرية، حيث يتراوح ارتفاع الموج ما بين 1 إلى 2 قدم على الساحل، يصل إلى 3 قدم داخل البحر. أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، تتراوح العظمى ما بين 36 إلى 44 درجة مئوية، والصغرى ما بين 24 إلى 30 درجة مئوية على مختلف مناطق البلاد. هذا والعلم عند الله، مع تحيات إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني. شكرا للمتنبئ الجوي عبد الرحمن السويدي من إدارة الأرصاد الجوية. وننتقل معكم إلى أخبار الصحافة المحلية وأبرز ما جاء فيها من أخبار مع الزميلة فوزية عامر.
نبدأ الجولة بصحيفة الشرق. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يبعث برقية تهنئة إلى جلالة الملكة مارغريت الثانية ملكة مملكة الدنمارك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. اللجنة الوطنية لاستضافة دولة قطر لإكسبو 2023 تعقد اجتماعاً بالدوحة لبحث آخر الاستعدادات. مركز إرثنا عضو مؤسسة قطر بالتعاون مع مكتبة قطر الوطنية ينظم فعالية الصحاري الحية، وذلك بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يحتفل به في 5 يونيو كل عام. بلدية الوكراء عضو شبكة مدن التعلم تشارك في الندوة الافتراضية التي نظمها كرسي اليونسكو للصحة العالمية والتعليم تحت عنوان التعلم مدى الحياة من أجل الصحة. ننتقل إلى صحيفة الراية. سعادة الشيخ المياس بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس أمناء المتاحف قطر ترعى اليوم المؤتمر الصحفي لإعلان فعاليات قطر تبدع في مدينة مشرب قلب الدوحة. سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة يلتقي في الدوحة سعادة السيد محمد أحمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية. وزارة البلدية تضع استراتيجية شاملة لزيادة إنتاج الأغنام وتطوير الثروة الحيوانية. مصدر مسؤول بمؤسسة رعاية الصحية الأولية توجيه المواعيد الطبية للمراجعين المقيمين إلى المراكز الجديدة تمهيداً لتنفيذ قرار تخصيص 4 مراكز صحية للمواطنين. إلى صحيفة العرب. وزارة البيئة والتغير المناخي تحتفل باليوم العالمي للبيئة الذي يقام تحت شعار لا نملك سوى أرض واحدة، وتطلق فعالية سياحية بمحميات الشيحانية والسيلين والذخيرة خلال المونديال. المهندس ثاني الخليفي رئيس قسم الطوارئ وخدمة العملاء بإدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي بهيئة الأشغال العامة أشغال منع صهاريج الصرف الصحي التي لم تضع أجهزة تتبع من دخول المحطات بداية أغسطس وأجهزة تتبع لتسهيل حركة صهاريج الصرف الصحي خلال المونديال. اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تبرم اتفاقية تعاون مع الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات مطار بهدف دعم التعاون وتعزيز الشراكة بين طرفين في نشر ثقافة حقوق الإنسان. اللجنة الخاصة بدراسة المظاهر المصاحبة للزواج بمجلس الشورى تنتهي من وضع تقريرها النهائي وستعرضه على المجلس لمناقشة ما تضمن من مقترحات وتوصيات. إلى صحيفة الوطن. وزارة الاتصالات والتكنولوجيا تعلن فتح باب التسجيل محلياً للترشح للمنافسة في مسابقة جائزة القمة العالمية 2022. وزارة البلدية تدعو المزارعين لحماية أشجار التمر من العناكب في ظل الظروف المناخية المتغيرة. مركز قطر للتطوير المهني يطلق برنامجاً لدعم توظيف ذوي الاحتياجات. مؤسسة دوري نجوم قطر تصدر جدول الموسم الكروي القادم وإقامة الجولات 7 الأولى على الملاعب المونديالية. نختم الجولة بصحيفة لوسيل. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن فتح باب التسجيل لطلاب وطالبات المرحلتين الثانوية والجامعية الراغبين في الالتحاق ببرنامج التدريب الصيفي. قطر تستقطب خبراء عالميين في مجال فحص مجهر القرنية لمناقشة آفاق استخدام هذا الفحص في البحوث الإكلينيكية. وفد اللجنة العليا للمشاريع والإرث يختتم جولته الترويجية لكأس العالم قطر 2022 في لبنان ضمن سلسلة من الجولات المقرر تنظيمها بعدد من البلدان العربية. منتخبنا الوطني للكرة الطائرة الشاطئية المصنف الأول عالمياً يحرز وصافة جولة لاتفيا العالمية بعد خسارته أمام نظيره الإيطالي.
نصل بكم إلى أخبار من حول العالم، حيث شهدت حديقة حيوانات سويسرية في مايو الفائت ولادة نادرة لإحدى سلاحف غالاباغوس العملاقة، ولكنها بيضاء اللون وحمراء العينين نظراً لإصابتها بالمهق. ويبلغ عمر السلحفة حالياً شهراً واحداً وتزن نحو 50 جراماً، وحجمها مماثل لحجم راحة اليد. صنفت سلاحف غالاباغوس العملاقة التي يمكن أن يصل متوسط عمرها الافتراضي إلى قرنين ضمن الأنواع المعرضة للانقراض في اللائحة الخاصة بالاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والذي يشير إلى أن عدد السلاحف التي تعيش يبلغ 23 ألفاً. ومن سويسرا إلى قبرص التي تعزز قدرتها على جذب صنف من خاص من السياح بزراعة النباتات العطرية، فنشاهد ذلك معكم. تسعى قبرص إلى توسيع نطاق مقوماتها السياحية القائمة على معادلة الشمس والبحر من خلال الترويج لزراعة النباتات العطرية التي اشتهرت بها تاريخيا منذ العصر الروماني كاللافندر والريحان والورود لاجتذاب صنف جديد من السياح. ما أن تشرق الشمس حتى تنهمك أندريات سولاكس وشقيقتها الصغرى إلينا ووالدتهما ماريا بالاعتناء بشجيرات الأزهار في قريتهن الصغيرة أغروس الواقعة في سلسلة جبال ترودوس على ارتفاع 1100 متر عن سطح البحر. We need around 400 roses flowers in order to make 1 kilo of roses. And from that kilo we will produce 2 liters of rose water. عندما انتقلت شعلة هذا العمل المتوارث جيلا عن جيل إلى كريس والد أندريا وإلينا، بادر إلى إنشاء متجر سماه The Rose Factory، مضيفا أغروس إلى خريطة الوجهات السياحية في الجزيرة الواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط. ويهدف مشروع أوروبي إلى تعزيز السياحة في 6 دول من جنوب أوروبا هي كرواتيا وقبرص وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبوسنة، من خلال جعل نباتاتها العطرية والطبية عنصر استقطاب للسياح. ويحمل هذا المشروع الممول جزئيا من الاتحاد الأوروبي عنوان مسارات النباتات الطبية والعطرية عبر أوروبا، ويهدف إلى إنشاء مسار سياحي وثقافي يتمحور على موضوع معين ويتوجه إلى حواس مختلفة يربط بين وجهات أوروبية عدة يوحدها تقليد مشترك. نغبطها على قضاء ساعات بين الورد ورائحته. في المغرب حل الصمت بدلا من طنين النحل الذي كان يملأ فضاءات المزرعة التقليدية الضخمة لتربيته جنوب المغرب، نشاهد معكم في التقرير التالي. فقد مربي النحل إبراهيم شتوي 40 من أصل 90 وحدة لتربية النحل في أقل من شهرين، وحل الصمت بدلا من الطنين الذي كان يملأ فضاءات المزرعة التقليدية الضخمة لتربيته بقرية أنزركي جنوب المغرب، حيث اختفت خلاياه في كارثة بيئية مست أيضا مناطق أخرى من المملكة ويعزوها خبراء إلى جفاف استثنائي هذا العام. هذا العام والو، هذا العام حنا راه كنطلبوا سيدي ربي غير شويه ديال الرحمه تصب شويه ديال الشتاء باش يشيط لينا غير النحل. انا الا شط ليا غير 40 خاليه راه عندي الرباح. دابا راه شط ليا بقى راه مشات ليا 40 وبقى 91. هذا العام حنا راه ما كنقلبوش على الانتاج، بغينا غير النحل يبقى. ويصنف خبراء هذا الموقع على انه اقدم واكبر مزرعه جماعيه تقليديه لتربيه النحل في العالم، ويعود تاريخ إنشائها إلى العام 1850، لكن الكارثة التي حلت به ليست معزولة، إذ طالت أيضا مناطق أخرى من المملكة. ويضم المغرب نحو 910 ألاف مزرعة لتربية النحل، يستغلها نحو 36 ألف مزارع بحسب إحصاءات العام 2019. كاينة النحلة الصحراوية، هذه ممتازة بزاف، الامتياز ديالها هو انه عندها داك البيك ديالها طويل،
يعني كتمكن من الرحيق في الازهار اللي ما كتقدرش توصل ليها الاخرى اللي عندها سميتو النحله الاخرى الكحله. وكان اختفاء النحل هذا العام شديدا الى درجه ان الحكومه خصصت مساعده بقيمه 130 مليون درهم، اي نحو 13 مليون و500 الف دولار، لتخفيف وقع الكارثه على المزارعين. وفتحت الحكومة أيضا تحقيقا حول أسباب الكارثة عهد به إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الذي أرجع انهيار خلايا النحل إلى التغيرات المناخية، مستبعدا فرضية إصابتها بوباء. فقرات ومواضيع الصباح رباح مستمرة معكم من بعد الفاصل، فكونوا معنا. العسل الطبيعي هو الطعام الوحيد الذي لا يفسد ولا يتعفن مهما طال به الزمن، لأن فيه مادة مضادة للتعفن، بالإضافة إلى نسبة المياه القليلة فيه واحتوائها على بيروكسيد الهيدروجين. نرحب بكم من جديد، وننتقل الآن إلى الزميلة حنان بلان، حيث ينطلق اليوم مؤتمر فن الادخار بتنظيم مركز وفاق وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية. صباح الخير أختي حنان. يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدين ومستمعين قناة الريان، حياكم الله في برنامجكم الصباح رباح. مشاهدين اليوم أنا متواجدة معكم في مركز وفاق علشان نغطي وياكم مؤتمر فن الادخار والقائم تحت رعاية وزير التنمية الاجتماعية والأسرة. طبعا لتفاصيل أكثر راح تعطينيها ضيفتي الأستاذة أمينة الجيدة، مدير مكتب الاتصال والإعلام في مركز وفاق. يعطيك ألف عافية أستاذة أمينة. في البداية لو تعطينا فكرة عامة عن هذا المؤتمر. نعم، جاء هذا المؤتمر، في البداية أحب أرحب فيكم وأشكركم على تغطيتكم لهذا الحدث اللي أنا أعتبره بصراحة كبير ومهم. جاء هذا المؤتمر استشعارا من جمعية المحاسبين القانونيين القطرية مع مركز الاستشارات العائلية لأهمية هذا السلوك اللي هو سلوك الادخار وفن الادخار، كيف لازم يكون بين أفراد المجتمع وتأثيره على الأسرة بشكل عام اللي هي مكونة للمجتمع القطري. مثل ما حضرتك عارفة الأزمة الاقتصادية اللي العالم كله تأثر بها جراء جائحة كورونا، هذه اللي خلانا احنا نفكر ايش المهم اللي احنا نقدمه على اساس ان احنا نبني هذه الثقافة ونعززها لدى افراد المجتمع بشكل عام. طيب أستاذة أمينة، الهدف بشكل عام من هذا المؤتمر مثل ما قلنا يعني عشان جائحة كورونا، حتى لو جائحة كورونا جات أو ما جات بأي إشكالية يعني. نعم، إذا إيوة إحنا قلنا هذه السبب نقول يعني قرصة مثل ما نقول جاتنا على أساس إن إحنا نعرف أهمية هذا الموضوع. لكن لو فكرنا في الادخار نفسه، هو فن الادخار، هو سلوك نبيل يفترض إن الأسرة بشكل عام هي تعود أبنائها على هذا السلوك، وكذلك بالنسبة للقطاعات المالية، بالنسبة للمؤسسات مؤسسات المجتمع المدني اللي المفروض أنها تدخل معنا في هذا المؤتمر لظهور أهميتها. طيب المشاركين معكم في المؤتمر يوم أستاذ أمينة؟ والله للأمانة القطاعات جدا كبيرة، والجهات اللي شاركت معنا تعدت 25 جهة، ما أقدر أحصرهم كلهم، لكن على سبيل المثال عندنا مؤسسات المجتمع المدني، عندنا الهيئات الحكومية والخاصة اللي تختص بهذا الموضوع، كذلك عندنا القطاعات المالية، هيئة الضرائب، البنوك، وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، الجامعات والأكاديميات، هذه يعني على قد ما أقدر أتذكر. طيب أستاذة أمينة، برايك بشكل عام إيش قد مهم إن إحنا الواحد يعني يخزن أو يدخر المال بشكل عام؟ أنا ما أبي أقول يخزن، إحنا نقول يدخر، وفي فرق نقول يدخر يستثمر، وهناك فرق كذلك بين الادخار والتقتير. إحنا ما نتكلم عن بخل، ما نقول لازم تكون بخيل عشان تجمع، لا، لكن لازم ندرب عيالنا إذا بنتكلم كأسرة أبناء صغار، لازم نعلمهم شلون يتعلم إن إحنا نجمع ندخر جزء بسيط من مصروفنا لكي يكون عندنا للمستقبل تأمين، يكون لحياتنا متى ما أنا احتاج شيء يكون عندي تأمين موجود. طيب
مؤتمر يوم واحد صحيح مثل ما عرفنا؟ إيه نعم، مؤتمر واحد يتكون من جلستين، جلسة أولى وجلسة ثانية. الجلسات تختلف في أدوارها أو في أوراقها، في أشياء مختصة بالأسرة بشكل خاص، وفي أشياء بشكل عام تتكلم عن قطاعات المالية. أستاذة أمينة، في الختام لو تعطينا نصيحة أو فكرة أو كلمة أخيرة للمشاهدين. مثل ما قلت لحضرتك، هذا المؤتمر نرجو من الله أن يوفقنا فيه، ونكون نحن عطينا بصمة إيجابية للمجتمع بشكل عام، وبدأ يتأثر سواء كان الفرد أو الأسرة أو المجتمع كله أنه يستفيد من هذه الأوراق العلمية القوية اللي قد بيقدمونها بإذن الله ناس مختصين. كيف توفيت أستاذة أمينة الجيدة، مدير مكتب الاتصال والإعلام في مركز وفاق. مشاهدينا كل اللي كان عندي، نرجع لكم استديو والصباح رباح. شكرا لك أختي حنان، وأيضا شكرا لضيفتك. والجميل أن فكرة الادخار تتحول من فكرة في نفوسنا وفي أذهاننا إلى أرض الواقع، ويعمل في أرض الواقع من ناحية مؤتمرات أيضا وأوراق عمل. ننتقل معكم من مؤتمر فن الادخار إلى فن التمارين العلاجية، إذ تعد السباحة العلاجية نوع من التمارين، تمارين العلاج الطبيعي الداعمة لخطة إعادة التأهيل. للحديث أكثر عن هذه التمارين العلاجية، تسعدنا ويسعدنا استضافة أخصائية العلاج الطبيعي إسلام محمد. صباح الخير أختي إسلام. فيك صباح الورد. كيف أصبحت؟ شلونك؟ طيب إن شاء الله. الله يخليك. يا هلا ومرحبا بك. يعني إحنا كنا دائما نسمع عن العلاج بالماء في كل الحالات، نسمع علاج بالماء علاج بالماء. في البداية ودنا توضحين لنا ما هو العلاج الطبيعي بالماء. تمام. هلأ الهيدروثيرابي أو العلاج الطبيعي في الماء هو من الأساليب اللي بنستخدمها في تأهيل المرضى حركيا من يعني منذ القدم. تمام. بحيث أنه يكون المريض موجود في بيئة مائية، داخل هاي البيئة المائية بنعمل هاي التمارين جواتها. تمام. هلأ بتتميز هاي البيئة أنه في عندنا خاصية الطفو في الماء اللي هي بتقلل من وزن الجسم تقريبا ثلثي وزنه. فالمريض داخل الماء يحس أنه هو خفيف، يقدر يتحرك براحته، هذه ميزة كثير ممتازة لنا، خصوصا للمرضى اللي ما بيقدروا يتحركوا مظبوط في العادي يعني. إينا. فلما ندخله الماء تشوف يتحرك، يقدر يمشي بالضبط. تمام. يعني كوسط مائي بيساعد. أيوة بسهولة في الحركة. بالضبط. طيب إيش أنواع العلاجات أو الإصابات اللي ممكن يعالجها؟ طيب هلأ أول شيء خلينا نحكي عن أنواع العلاج المائي. في عندنا شيء نسميه وير بول، هذه بتكون لجزء واحد فقط. في عندنا النوع الثاني اللي هو البركة السباحة الكبيرة، هذه لكل الجسم. أوكي. فهذه الأنواع حسب المريض، وكمان حتى درجة الحرارة المتحكم فيها حسب حالة المريض. تمام. هلأ الحالات اللي بنستخدمها لها هي فئة واسعة جدا، من الإصابات الدماغ مثل الشلل الدماغي للأطفال، الجلطات الدماغية، إصابات النخاع الشوكي، هاي كثير مهم لهم العلاج المائي لأنه صعب يكون برا. كمان في عنا الإصابات الرياضية كمان، مثل الرباط الصليبي، التواء الكاحل، وحتى اللي عندهم خشونة ركاب أو عملوا تبديل مفاصل كمان يسهل عليهم الماء كثير. جميل. يعني الإنسان ما يفكر فعلا أنه ممكن، ما يخطر على باله. بالضبط، ما يخطر على باله أنه ممكن الماء فعلا يؤدي إلى علاج إصابات، يعني يسهل عليهم. بالضبط، يسهل. لا، والإصابات هذه إصابات عميقة، يعني إصابات بالضبط. شديدة، مش بالضبط. إصابات إحنا نتكلم عن أشياء صحيح. خفيفة صحيح. فالتوازن ما بين هذه الإصابة وإن نستخدم بالضبط. الماء فكرة أمانة يعني حتى بيعطي للمريض فرصة جديدة أنه هو يزيد تحسن. يزيد التحسن. طيب بما أن نحن نتحدث عن التحسن، التحسن يحدث خلال كم تقريبا؟ أو هلأ دائماً بداية التحسن يعني. هلأ دائما لازم الاستمرارية، خصوصا بحالات طبعا تعتمد على الحالة، يعني ما بنقدر نقرر إلا لنشوف الحالة، بس دائما الاستمرارية ضرورية، خصوصا في موضوع العضلات والتقوية. يحتاج المريض من شهر إلى 3 أشهر من التقويات، فالاستمرارية جدا ضرورية. هلأ في حالات ممكن تشوف تحسن سريع بين 2-3 أسبوع حسب الحالة بناء عليها. صحيح صحيح. طيب حدثنا أكثر عن حالات الأطفال، وكيف الأطفال يتعاملون مع العلاج بالماء. احنا عارفين الأطفال عموما يحبون الماء والبرك والسباحة وكل هالأمور. بالضبط. لكن لما يتحول إلى علاج كيف؟ من أهم الحالات اللي مستخدم فيها العلاج المائي هي علاج الأطفال، وهذول فئة الأطفال بيكونوا من الأطفال اللي صار عندهم تشوهات أو إصابات في الدماغ، واللي هو الجزء المسؤول عن كل وظائف الجسم، أو مثلا في الحمود الفقري أو في الأعصاب الطرفية. هاي
الإصابات اللي ممكن تصير طبعا خلال الحمل أو عند الولادة أو بعد الولادة بتأدي لنا تأخر نمو الحركي للطفل، فإحنا بنتدخل على أساس نكمل النمو الحركي للطفل نطور فيه. نعم. بالضبط، عشان يرجع يلاحق جيله يعني. نعم. فاستخدام العلاج المائي بيعمل بيئة حلوة للطفل، بيئة ممتعة شوي مختلفة عن بيئة العلاج الطبيعي العادي التمارين. نعم نعم. طيب تفاعل الأطفال مع العلاج، هل يعني هل تدخلون في العلاج المتعة شوية لأنه هو طفل فيحتاج إنه يعني عارفة يحتاج معاملة خاصة طبعاً؟ أكيد أكيد. هلا أنا شخصياً بفضل العلاج اللي بيكون هو العلاج باللعب أو التمارين باللعب، بحيث إنه أنا أحط أهداف للجلسة، أخذ أهدافي، أحقق أهدافي من الجلسة، بنفس الوقت أخلي الطفل يستمتع. إذا دمجت هذول الشغلتين مع بعض رح يطلع عندي كفاءة عالية للجلسة، تحسن كتير كبير إن شاء الله. هو عادة الطفل على أساس إنه يتعلم أو تعلم الطفل دائماً يحتاج إلى التعلم باللعب. نعم. والأساليب. بالضبط. طيب بالنسبة للأطفال أيضا نتحدث، يعني إحنا قلنا شلل دماغي وما إلى ذلك، لكن ما مدى سرعة شفائهم؟ هلا هذه الحالات يعني كنعمل مقارنة ما بين شفاء الأطفال والكبار، مدى سرعة الشفاء. هلا سرعة الشفاء بتعتمد على عوامل، تمام؟ أهم عامل فيها إمتى بنبلش العلاج الطبيعي مع الأطفال. هلا الطفل معه لحد 3 سنوات، يعني أفضل عمر تحت 3 سنوات. ليه؟ لأنه بيكون حجمه لسه صغير، بيكون وزنه قليل لأنه الوزن بيعمل عبء على العضلات. فإحنا بنقدر نتدارك هاي الأمور قبل ما يزيد حجم الطفل، فنتدخل بسرعة ونبلش معه بالمهارات التطور الحركي. ما بين شهر إلى 3 سنوات في عندنا مهارات لازم الطفل يبنيها واحدة واحدة، فإحنا بنرجع بنمشي مع الطفل من البداية لأنه هاي بتكون حجر الأساس عشان يعطيني طفل بمهارات حركية. والله هذه محتاجة صبر، الله يعطيكم العافية. طيب من الأطفال ننتقل لكبار السن. كبار السن يمكن يواجهون شوي صعوبة في الحركة، ممكن كبير السن صعوبة في المزاج في التعامل، فكيف أيضا ان احنا نقدر نتعامل مع كبير السن في هذا العلاج؟ هلا كبير السن اكثر شيء بيكون مهدد للسقوط غالبا، اللي هي ليه؟ لانه بيصير عنده ضعف عضلي، بيصير عنده اختلال في جهاز التوازن. العلاج داخل الماء جدا بيحسن جهاز التوازن، بالاضافه انه بيقوي العضلات. وغير هيك المريض لما يكون جوا الماء خصوصا كبير السن بحس بالامان اكثر، مش زي لما توقفيه مثلا لوحده برا مثلا. بيكون جوا الماء معه المعالج تبعه، بحس انه هو بامان خفيف، بيقدر يتحكم بحاله، على عكس لو لما يكون فوق بيزيد عليه الوزن وبصير الوضع أصعب. كيف ردود فعلهم بالنسبة للعلاج بالماء؟ هل يعني شوفي كبار السن لأن لهم معتقداتهم، لهم مبادئهم، لهم يمكن ما يعتقد بالعلاج بالماء، لكن كيف ردود فعلهم لما تقولين لحنا راح نعالجك بالماء؟ تمام. هلأ مش بس كبار السن، أغلب المرضى بس نحكي لهم دخل علاج المائي في, في, في جدولك يقول أنا ما أعرف أسبح، ما أعرف أسبح. ما دخل السباحة في الموضوع. أنت ما لما تنزل المي أوكي بتعرف تسبح أفضل، بس لما تنزل المي في تمارين معينة نعملها جوات المي تفيدك. فالسباحة موضوع مختلف، إذا ما تعرف تسبح ما إلها علاقة، أنت بدك تعمل تمارين جوا المي بإشراف أخصائي علاج طبيعي. صحيح. طيب هل في تكملة للعلاج في المنزل؟ هلا مش في المنزل، هلا العلاج المائي هو جزء من الخطة العلاجية، فهو جزء معناته احنا بندخل معه شغلات ثانية، خطط أخرى. نعم. بالضبط، يعني ممكن جلسات في المركز على أجهزة، ممكن جلسات منزلية، فهي ما بتكون لوحدها، بتكون من ضمن خطة علاجية. طيب يختلف بين الفئات؟ يعني مثلا يختلف، طبعا احنا عارفين انه يختلف من الناحية المرضية، لكن هل تختلف الخطة بالنسبة لكونه كبير في السن، كونه طفل او كونه امرأة؟ طبعا طبعا في اختلاف في الخطة العلاجية حسب الحالة، حسب العمر، حسب قديش هذا المريض ممكن يتفاعل. ايضا العمر يفرق. طبعا العمر، الحالة، وحسب طبيعة المريض قديش هو رح يكون متفاعل معي في هذه الخطة. وفي شغلة لازم ننوه عليها، أخصائي اللي هو مختص في العلاج المائي هو لازم يكون أخصائي علاج طبيعي، وبعد هيك بياخد كورسات في الهايدروثيرابي لحتى يصير يسمى هايدروثيرابيست عشان يقدر يتعامل مع المريض ويعمل له خطة علاجية مناسبة له. طيب يعني في النهاية الحمد لله أن العلاج بالماء هذا، يعني إحنا ما كنا نقول في تخوف، لكن من الظاهر أنه من كلامك لا ما في هذا التخوف. لا ما في أي خوف إذا كان مع الأخصائي يعني المختص في هذا الشيء.
نعم. تمام. سؤال أخير، بماذا تنصحين أولياء الأمور بالنسبة للعلاج بالماء؟ تمام. هلا أهم إشي، أول شيء لازم إذا شافوا أي مشكلة حركية عند الطفل مباشرة يتوجهوا لأخصائي علاج طبيعي مختص في الأطفال لحتى نعم. يحددوا المشكلة، يقيموا الوضع، وبناء عليه الأخصائي رح يوجههم للشيء المناسب. ثاني شيء إنه دائما لازم يجربوا أشياء جديدة، يعني ما يخافوا يجربوا شغلات جديدة، ودائما يستشيروا الأخصائي اللي ممكن ينصحها بأفضل شيء. نعم. بالضبط. نعم. أختي إسلام محمد أخصائية علاج طبيعي، شكرا لك ولوجودك معنا في الصباح رباح، وإن شاء الله لك أكيد جيات أخرى نستكمل فيها العلاج الطبيعي. يعطيك العافية. أما الآن مشاهدينا نترككم مع بعض القرارات التي حدثت في مثل هذا اليوم، ولنا عودة من بعد الفاصل. حدث في مثل هذا اليوم 6 يونيو حزيران. في مثل هذا اليوم من عام 1664 غير اسم المستعمرة الهولندية نيو أمستردام إلى نيويورك، وهي الموجودة على الساحل الغربي للمحيط الأطلنطي، فالهولنديون الأوائل هم الذين وصلوا أولاً إلى العالم الجديد في أمريكا الشمالية واستوطنوا فيه. وفي مثله من عام 1925 أسس والتر بي كرايسلر شركة كرايسلر العملاقة للسيارات الأمريكية، التي تعد من أكبر شركات السيارات في العالم. وفي مثله من عام 1933 أعاد الملك فؤاد افتتاح جسر قصر النيل بعد تجديده، وكان قد بني في عهد الخديوي إسماعيل. نرحب بكم من جديد، ووصلنا معكم إلى فقرة التواصل الاجتماعي، وسؤال اليوم: إذا كان طفلك يعاني من صعوبة التعلم ماذا عليك أن تفعل؟ وننتقل معكم إلى أول تغريدة. المياسة تقول: عرض الطفل على جهة طبية لوضع خطة علاجية له من المنزل والمدرسة، وهذه هي الفكرة الصحيحة بالنسبة للأطفال لو لاحظنا صعوبات التعلم. لكن الأهم أن احنا نعرف فعلا، نلاحظ صعوبات التعلم. بعض الوالدين أحيانا ما يلاحظ أو ما يعرف ما هي صعوبات التعلم، فمن المهم أول شيء يكون عندنا وعي بصعوبات التعلم فنقدر نلاحظها بكل سهولة. التغريدة الثانية: إذا كان قليل التركيز ويعاني من تشتت الانتباه يتم عرضه على مختص. يمكن احنا ايضا كنا نتكلم لشوي مع ضيفتنا ان من المهم ان نعرض دائما على مختص، المختص راح يضع له خطة علاجية جيدة في المنزل، وايضا خطة علاجية عند المختص يمشي عليها بحيث انه يتفادى هذه الصعوبات. ننتقل معكم الى هاشتاغ اليوم واللي يتحدث عن صعوبات التعلم، واول تغريدة تقول: صعوبات التعلم هي مشكلة تؤثر على كيفية تلقي الشخص للمعلومات ومعالجتها، وقد يواجه الأشخاص المصابين بصعوبات التعلم مشكلة في أي مما يلي: في القراءة، في الكتابة، الرياضيات والعمليات الحسابية، وفهم الاتجاهات. هذه المعلومة جدا مهمة أن يتم الملاحظة في واحدة من هذه المعلومات كمعالجة المعلومة أو تلقيها أو في الكتابة أو القراءة أو أي منها. فلذلك أقول أن الوعي جدا مهم عند الوالدين في كيفية اكتشاف صعوبات التعلم لدى الطفل. أيضا من دكتور محمد يقول: كيف أعرف أن ولدي أو ابنتي لديهم صعوبات تعلم؟ صعوبة في تعلم القراءة، عدم التمتع بالقراءة أو الاهتمام بها، مشكلة في الرياضيات، صعوبة في تنظيم الأفكار والمعلومات، قد تتطور تغيرات الشخصية. الأخيرة أو الثنتين الأخيرتين مهمين: تنظيم الأفكار والمعلومات وتغيرات في الشخصية. أيضا ننتقل إلى نفس الهاشتاغ، وصعوبات التعلم مصطلح توصف به التحديات التي تواجه الأطفال أثناء عملية التعلم. يكون معظمهم أسوياء بالرغم من أنهم يعانون من صعوبة في العمليات المتصلة بالتعلم،
كالفهم والتفكير والانتباه والقراءة والكتابة أو التهجي أو النطق أو إجراء العمليات الحسابية. يمكن إحنا شفنا تكرر في نفس الملاحظات، لكن مثل ما قلت هو الأهم أن الوالدين يلاحظونها. فقد يلاحظ الوالدين أو المعلم في المدرسة وجود بطء في استيعاب الطفل للمعلومة أو تأخر في الإملاء وعدم تحسن في الخط والحفظ وغيره من الشكوك التي تجعله يقيم مدى ذكاء الطفل، إلا أن ذلك لا ينقص منه شيء، بل قد يكون الطفل ذكيا وموهوبا أيضا، وما حدث معه هو تماما ما حدث مع العديد من الشخصيات المؤثرة والأكثر نجاحا في اللي راح نشوفها في التقرير التالي، واللي يسلط الضوء على صعوبة التعلم عند الأطفال وأسباب العلاج. فنتابع معكم. صعوبات التعلم عند الأطفال ليست بشيء نادر، وقد تغلب الكثير من الأشخاص على هذه الصعوبات وأصبحوا ناجحين في المجال الذي اختاروه، ومع ذلك فإن من المهم التدخل المبكر للتمكن من إعطاء الطفل الأدوات المناسبة ليكون قادراً على التعامل معها. ما صعوبات التعلم؟ تؤثر إعاقة التعلم أو صعوبات التعلم في قدرة المخ على تلقي أي معلومات جديدة أو تحليلها أو تخزينها، فلا يتعلم من يعاني منها بالسهولة التي يتعلم بها شخص ليس لديه إعاقة. نصائح للتعامل مع الطفل الذي يعاني من اضطرابات التعلم. عدة طرق يمكنك من خلالها مساعدة طفلك على التعامل مع إعاقات التعلم، وفيما يلي أربع نصائح ستساعدك في التعامل مع صعوبات التعلم لدى طفلك. أولاً، مسؤولية تعليم طفلك. تحدثي إلى مدرسة طفلك وتأكدي أن لديهم معلمين مدربين على تدريس أو استيعاب صعوبات التعلم في تنمية الطفل. ثانياً، تحديد أفضل طريقة يمكن لطفلك التعلم بها. إذا كان طفلك يعاني من مشاكل في التعلم من القراءة ولكن لديه ذاكرة سمعية ممتازة، فيمكنك حينئذ قراءة النص أو العثور على إصدارات صوتية من الكتب. بهذه الطريقة يستخدم طفلك قوته للتعلم. ثالثاً، إعادة تقييم النجاح. معظمنا يظن أن النجاح في المدرسة سوف يترجم إلى نجاح في الحياة، لكن تعلم المهارات الحياتية الأساسية من المحتمل أن يساعد طفلك في العالم الحقيقي أكثر من الحصول على درجات جيدة في الاختبارات الموحدة. رابعاً، أسلوب الحياة. أهمية تناول الطعام بطريقة صحيحة وممارسة الرياضة الكافية والنوم وقتاً مناسباً كل يوم. والحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة مستورة الحمد، أخصائي نظام أول قطاع شؤون الطلاب بجامعة قطر. يا هلا ومرحبا أختي. أهلا وسهلا فيك. حياك الله، يسعدني صباحك. الله يسعدني صباحك حبيبتي. يا هلا. إذن نحن نتحدث عن صعوبات التعلم، لكن لابد من في البداية أن نحن نشرح للمشاهدين هذا المفهوم، فودنا تعرفينا أكثر على مفهوم صعوبات التعلم. مفهوم صعوبات التعلم هو تدني مستمر في التحصيل الأكاديمي مقارنة بزملائه في الصف. يعني الطالب إذا لاحظت المدرسة أن عنده تدني في المستوى وقارنته بزملائه في القراءة والكتابة أو يعني بدون ما يكون أن عنده مشكلة بصرية أو حركية، هذه شيء ثاني. الطلاب اللي عندهم مشاكل بصرية أو حركية أو سمعية أو إصابات عقلية، هذا لهم برنامج يعني آخر. سيكون عنده يعني تدني، مستوى فقط في التدني في التحصيل الدراسي مقارنة بزميله. ومثل تأخر في الكتابة أو مهارات الكتابة والقراءة والكتاب أو العمليات الفكرية، مثل ضعف في التمييز والتركيز وقدرات الكلام أو الاستماع والإنصات. هذه صعوبات التعلم. نعم، يعني هذه مجموعة الإصابات، لكن ما هي أبرز أعراض هذه الصعوبات؟ يعني أنا كوالدة كيف أقدر
أكتشف على الأقل هذه الصعوبات بأبرز الأعراض؟ أو أبرز الأعراض نرى الطفل أن عنده أو التلميذ عنده كره شديد للكتابة أو الرسم أو مشاكل في الاستيعاب أو الفهم، نعم، أو مشكلة في ترتيب الأفكار وتدوينها، نعم، بشكل متسلسل ومنطقي، وفقدان الطاقة في الاهتمام، أو يعني تحسين يعني في فوضى، عدم اهتمام أثناء الكتابة والقراءة، يتعب يتملل، نطق الكلمات بشكل عالي أثناء الكتابة، يعني وهو يكتب الكلمة ينطقها بشكل عالي، يعني كأنه متملل يعني متوتر. نعم، لكن الملل مو من الأشياء اللي احنا دائما نشوفها عند الأطفال، دائما يتمللون من انهم يكتبون او يقرون، بس هذا بتلقينا بشكل زايد عند صعوبات التعلم. نعم، مثلا يترك الكلمات من غير ما تكتمل او حذفها او كتابة الجمل من غير ما يكملها، هذه نعم. ابرز ما أعراض صعوبة التعلم. نعم. وفي أي مرحلة عمرية إحنا ممكن إن إحنا نصنف الطفل بأنه يعني ضمن الفئات المحتاجة للدعم؟ المرحلة العمرية هي طبعاً السنوات الأولى من الدراسة طبعاً. نعم. هي المرحلة الابتدائية لأنها مرحلة التأسيس وبناء عقل الطفل. وفيه ينفتح الطفل على العالم الخارجي، يعني من 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 الأسرة يطلع على المدرسة وينفتح على الناس وعلى المجتمع الخارجي، ويتمكن من الاستيعاب وفهم واكتساب المهارات والقدرات، يكتسبها هذه في المدرسة أكثرها. وفي هذه المرحلة العمرية هذه هني نكتشفه، لازم المدرسة تكون مركزة على الطلاب جميعهم وعمل اختبارات قياس قدرات لهم في تحديد أي طفل يعني عنده صعوبات أو الطفل يعني اللي ممكن يكون ما عنده صعوبات تعلم، ومن خلاله تهدف لتحديد هذه الصعوبات عن طريق عقب تحوله على متخصصين لمواجهة هذه الصعوبات. نعم. وذلك عن طريق عمل فريق متخصص يكون يعمل نوع من التواصل بين الأسرة والمدرسة. والمدرسة. وذلك أيوة عن طريق تعزيز نقاط القوة والضعف في هذا الطفل ومساعدته على التخلص من نقاط الضعف اللي فيه، لأن عنده نقاط الضعف وقوة. نعم. إيش وسائل الدعم اللي تقدمونها يعني لتعزيز هذه النقاط؟ أكيد هناك وسائل سواء عند الفريق أو عند الأسرة، ما هي هذه الوسائل؟ والله الوسائل كثيرة، ولكن لازم يكون في تعاون بين الأسرة وبين المدرسة. وبعدين دولة قطر مشكورة، تضمن دولة قطر من خلال التشريعات والقوانين حق التعليم لكل طفل، نعم، سواء من صعوبات التعلم أو ذوي احتياجات الخاصة، ويعني ما أهملت هذه الفئة وتلتزم وخلت المدرسة تلتزم بوضع خطة تعليم واضحة توفر البدائل والمصادر والبيئة المناسبة لدعم هذه الفئة لتخطي صعوباتها. نعم تفضلي. عن طريق توفير الدعم لهم المباشر وتوفير الوسائل والتعاون مع الأهل في ذلك، ودور ما أهمل الدور أولياء الأمور بكيفية يعني تدريبهم على كيفية التعامل مع هذه الفئة، نعم، وتنمية قدراتهم تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وخلت الأهل يتقبلون هذه الفئة ويتكيفون معاها ويعرفون شلون يحلون مشاكلها. يعني كذي احنا نطمن أولياء الأمور ان هذا ما يعتبر مرض، احنا في نماذج كثيرة في العالم كشخصيات تاريخية وشخصيات مؤثرة كان عندها هذا العرض ويمكن تم حله حتى.
صح، مثل العالم توماس أديسون كان عنده صعوبة الحركة، نعم، وقلة انتباه، وكذلك أينشتاين عالم الرياضيات صحيح عنده تأخر في الكلام لين السنة الرابعة، نعم، وصعوبات قراءة كان عنده، وهذه خير الأمثلة. نعم صح، فلازم أن إحنا كأسرة وكمدرسة نستهدف لدعم هذه الفئة ونصبر عليهم ونوفر لهم احتياجاتهم عشان يحققون أهدافهم. نعم، كلمة أخيرة أختي مستورة. الكلمة الأخيرة والله ودي أقول أن أساس كل مجتمع متقدم هو الحفاظ على النشأ، نعم، والحفاظ على الطفل وحل مشاكله ومعرفة مشاكله وحلها، نعم، وذلك يساعدنا في تنمية قدراته ومهاراته حتى يصبح قادر على اجتياز كل الصعوبات، كأن الطفل اليوم هو رجل القد صحيح في قرارات الدولة، نعم، فلا نهمل الطفل. إذن هذه استعداد من الوالدين، يفترض في أنهم فعلا يراعون المرحلة العمرية لهذا الطفل واكتشاف الظواهر واكتشاف إبداعاته حتى، بالتأكيد. فشكرا لك سيدة مستورة الحمد، أخصائي نظام أول قطاع شؤون الطلاب بجامعة قطر، وشكرا لتواصلك معنا عبر الهاتف، وإن شاء الله نستقبلك معنا في القناة. وصلنا معكم لنهاية حلقتنا لليوم، ونشكركم على طيب المتابعة وتفاعلكم مع سؤال حلقتنا. أما سؤال حلقة غدا فهو: كيف نحافظ على سلامة الغذاء في فصل الصيف؟ نشوفكم على خير إن شاء الله في مواضيع وفقرات متنوعة من الصباح رباح، فإلى اللقاء.